يا مساء الخير على كل مشاهدي قناه النادي الاهلي في كل مكان. برحب بيكم في حلقه جديده من برنامج كلام في الميديا. يا مساء الانتصارات، يا مساء الصداره، مساء روح الفانيلا الحمراء، الروح اللي مش ممكن تلاقيها ابدا عند اي فريق تاني مهما عملوا، لان الروح دي بيتوارثها لعيبه النادي الاهلي جيل ورا جيل. فريقنا امبارح حقق فوز مهم جدا على الاتحاد السكندري في الوقت القاتل 90 بلس بهدفين دون رد، رفع طبعا رصيده ل 55 نقطه في جدول الدوري، احتل بيهم اكيد الصداره. لكن مشوار الدوري لسه طويل قوي، النادي الاهلي طول عمره نفسه طويل، ويقدر ان شاء الله باذن الله بالروح دي اللي ظهر بيها امبارح انه يكمل لاخر نفس عشان يسعد جماهيره ونحقق طبعا البطوله رقم 41 للدوري. بطوله النادي الاهلي المفضله اكيد، والبطوله اللي بتحب برده النادي الاهلي وبتحب جمهوره، لان بيننا وبينها عشره كبيره قوي. تخيلوا كده ان احنا دلوقتي في النسخه 60 من بطوله الدوري الممتاز، النادي الاهلي بس حقق لوحده 40 بطوله، وباقي الانديه كلها على بعضها حققت 19 بطوله، عشان كده بنقول انها بطولتنا المحببه. عاوزه كمان اقول لكم واقول للناس اللي كانت مستنيه انها تشمت او تحتفل بتعادل النادي الاهلي وبخسارته نقطتين، ذاكروا تاريخ النادي الاهلي كويس قوي، ما تطمنوش ابدا للنادي الاهلي الا بعد صفاره النهايه. عموما طبعا بقى خلاص فريقنا كده قفل ملف الدوري بشكل مؤقت، وسافر النهارده كمان لجنوب افريقيا عشان يلعب سان داونز في جنوب افريقيا. ان شاء الله اللقاء ده هيكون يوم السبت اللي جاي في مشوار النادي الاهلي بدوري ابطال افريقيا، باذن الله ان شاء الله يكون من نصيبنا في الموسم الحالي. كمان هننقل لكم هنا في قناه النادي الاهلي كل كواليس الفريق لحظه بلحظه. هيكون كمان النهارده لينا جوله كبيره جدا في كل اللي اتكتب عن النادي الاهلي في الصحف وفي المواقع، وكمان جوله في الاخبار المحليه وفي الاخبار العالميه، وهيكون ضيفنا النهارده وضيفكم الاستاذ عصام شلبوت رئيس التحرير التنفيذي لليوم السابع. وكالعاده في بدايه حلقتنا دايما